أهلا بكم وإلى التفاصيل. أنهى قبل قليل الإخوة المسيحيون الاحتفال بليلة عيد القيامة، وترأس البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، فيما ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية قداس العيد في كاتدرائية العذراء في مدينة نصر، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع أعمال إرهابية، حيث منعت قوات الأمن دخول السيارات إلى الكنائس أو الوقوف في محيطها، ونشرت كاميرات المراقبة فوق الأسوار ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فيما تولت مدرعات الجيش تأمين المقر الباباوي والكاتدرائية. يا من أتيت إلى العالم. وفي السياق ذاته استقبل المسيحيون البابا فور دخوله الكنيسة التي شهدت القداس بالتصفيق والزغاريد، ورفعت أعلام مصر وصور البابا على المقر البابوي في الكاتدرائية وفي الكنيسة الكاثوليكية أيضا، بينما شارك الأنبا يوحنا ألتا النائب البطريركي للمسيحيين الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق قداس العيد بحضور مندوبين عن الرئيس ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر وعدد من القمامصة والكهنة والراهبات الشمامسة وبعض الوزراء والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقيادات الشعبية والسياسية والدينية والأمنية. وقد ألقى الأنبا إبراهيم كلمة خلال القداس حملت عنوان قيامة المسيح أساس حضارة الحياة والرجاء الثابت، قال فيها إن مصر أرض الشعب الطيب أقامت حضارة للعالم وتحتاج إلى تضامن أبنائها وإخلاصهم في العمل ومساندين للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجب الصلاة من أجله ليظل دوما قائدا إنسانيا ورئيسا وطنيا ومصلحا شجاعا. ونبقى مع الاحتفالات التي تشهدها الكنائس احتفالا بالأعياد، حيث شهدت الكاتدرائية حضورا مكثفا من المسؤولين والشخصيات العامة، من أبرزهم كان اللواء أركان حرب صبر السيد يوسف كبير الياوران مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزراء التجارة والصناعة والعشوائيات والكهرباء والتنمية المحلية والصحة والتضامن، بالإضافة إلى محافظ القاهرة واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس، وأيضا مندوبين عن وزيري الدفاع والداخلية. وقد شارك البابا في الصلاة عدد من أساقفة الكنيسة، منهم الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا أرميا الأسقف العام، والأنبا يؤنس الأسقف العام، والأنبا مكاري وأسقف شبرا الشمالية والجنوبية. معي الآن مباشرة من كاتدرائية العباسية زميلنا أحمد غنيم. أحمد أهلا بك، واطلعنا إذن على الأجواء، هل انتهى القداس الآن؟ مرحب بك نوران. بالفعل يمكن منذ قليل ألقى البابا طوادروس الثاني كلماته أمام الحاضرين، وبدأ بالفعل يعني الجميع الآن في المغادرة من القاعة الرئيسية، وإن كان هناك ما زال البعض في يعني صلاة القداس. في تمام الساعة التاسعة بالفعل توجه البابا طوادروس الثاني إلى قاعة الاحتفالات وسط موقف كنسي من الأساقفة وكبار رجال الكنيسة وأيضا عدد كبير من الشمامسة، وأيضا استقبلوه الحاضرون وسط من الفرحة والزغاريد في القاعة الرئيسية. خلال كلمة البابا طوادروس الذي بدأها بالتهاني وتقديم التهاني لجميع الأخوة الأقباط سواء داخل مصر أو خارج مصر، أيضا وجه كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا جميع الشخصيات التي حضرت صلاة القداس هنا اليوم من شخصيات سياسية وشخصيات عامة وأيضا شخصيات فنية. غير ذلك وجه كل الشكر والتقدير للشخصيات السياسية والشخصيات العامة التي جاءت منذ الصباح. اذكر لنا أمثلة لهذه الشخصيات يا أحمد، يعني إيه هي الأسماء اللي ممكن تذكرها لنا؟ ثاني. عفوا نوران، السؤال تاني. يعني أسماء من هذه الشخصيات العامة الفنية والشعبية والسياسية اللي حضرت النهاردة. أه
الصباح شهدت العديد من الشخصيات مثل وزير الداخلية، وزير العدل، وزير العدالة الانتقالية، وزير البيئة. الآن شهدت طبعا مندوب عن رئيس الجمهورية، أيضا شهدت وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، شهدت أيضا اللواء أحمد جمال الدين كما ذكرتي في البداية. بالنسبة للشخصيات وعدد كبير من الوزراء وأيضا مندوب الوزراء. بالنسبة للشخصيات الفنية كان هناك الفنان هاني رمزي، الإعلامي عدد كبير من الإعلاميين مفيد فوزي وغيره من الإعلاميين، أيضا عدد كبير من الشخصيات الحزبية، هناك العديد من الأحزاب التي شاركت بالفعل وبعثت بالعديد من المندوبين هنا في الكنيسة. يعني يمكن البابا تودروس يعني حرص أن يوجه كل الشكر على كل يعني كل اسم أو كل شخصية حضرت بالفعل هنا منذ الصباح، وأيضا التي حضرت صلاة القداس اليوم. من المتوقع غدا سيكون البابا تودروس الثاني في استقبال التهاني ايضا منذ الصباح في تمام الساعه 9:30 صباحا، وهي منقسمه كالاتي: من الساعه 9:30 حتى الساعه 10:30 سيكون في استقبال الاساقفه وايضا يعني رؤساء الطوائف ورجال الكنيسه لتقديم التهاني، بعد 10:30 حتى الساعه 1:30 سيكون باستقبال العديد من كبار رجال الدوله والشخصيات السياسيه والشخصيات العامه وما الى ذلك، بعد الساعه 1 او من الساعه الثانيه حتى الساعة 3 سيستقبل العامة والمواطنين، بعدها من المتوقع أن يغادر إلى وادي النطرون لقضاء يعني عيد القيامة المجيد وأيضا شم النسيم بعد غد يوم الاثنين. طيب أحمد، الحمد لله اليوم عد على خير، وغدا أيضا يوم آخر هام هو عيد القيامة نفسه، حدثنا عن الجانب الأمني في تغطية هذه الاحتفالات. يمكن الحمد لله اليوم عدى يعني ومر مرور الكرام منذ الصباح، وده يرجع للتجهيزات الامنيه وايضا يعني الجهود الكبيره من قبل رجال الامن سواء من الجيش والشرطه. ايضا الشرطه قامت بمجهود كبير وهي تقوم بتمشيط المنطقه منذ الصباح، وايضا بدوريات امنيه، وايضا رجال المرور اللي يمكن قاموا بمجهود كبير يعني سهوله حركه المرور، وان كانت يعني الشوارع اليوم السبت كانت خاليه الى حد ما، ولكن قاموا يعني مجهود كبير لا يمكن انكاره بالفعل، خاصه وان هناك العديد من الشخصيات السياسيه والشخصيات يعني قبل رجال الدوله يعني جاءوا الى الكنيسه اليوم، وبالتالي كان هناك يعني عمليه تامين الى حد ما بالنسبه للشوارع المحيطه بالكنيسه هنا. ايضا بالنسبه لرجال الامن قاموا بعمليه التنظيم داخل الكنيسه، ورجال الجيش ايضا قاموا بعمليه التامين داخل الكنيسه وتمشيط المنطقه بأكملها سواء باستخدام الكلاب البوليسية كما ذكرنا في مرارا وتكرارا، وأيضا أجهزة الكشف عن المفرقعات. من المتوقع أيضا سيستمر المجهود الأمني وأيضا جميع التجهيزات ستكون مستمرة حتى غد لاستقبال يعني تهاني وعدد كبير من الزوار الذين سوف يأتون يعني غدا لتقديم التهاني لقداسة البابا تودروس الثاني. شكرا أحمد غنيم، وإحنا بدورنا بنشكرك على مجهودك ومجهود طاقم الحياة تلفزيون الحياة اليوم على مدار اليوم في تغطية هذه الاحتفالات. إذا مشاهدينا كان معنا أحمد غنيم من أمام الكاتدرائية في العباسية، وكما ذكرنا فاليوم الأحد يحتفل المسيحيون بعيد القيامة، وترأس الدكتور أندري زكي القس رئيس الكنيسة الأنجيلية قداس العيد في كنيسة قصر الدبارة صباح اليوم بحضور مندوبين عن الرئيس السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة وسفراء الدول المختلفة، فيما أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية استقبال البابا تودروس للمهنئين صباح اليوم.